السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل في لوكاب في لغة الداكس، في لوكاب، ودي اللي احنا بنعملها طبعا في الاكسل، فطبعا انت عايز تعملها في الداكس. هنعمل ايه؟ بص، احنا عندنا دلوقتي تو تيبلز من الداتا، احنا عندنا داتا كتيرة قوي اهي، وعندنا تيبلز اهو تاني من الداتا. فالتيبل ده موجود فيه، لما تيجي نخش هنا على التيبل فيو هنلاقي ان التيبل بتاع ده كده اليوزر ده فيه حاجتين بس، اللي هو الريجن والمانجر. والاوردر ده فيه تفاصيل كتيره جدا جدا، كاستمر نيم، شيب، برودكت كاتيجوري، برودكت سب كاتيجوري، تفاصيل كده كتيره جدا، برودكت نيم، كانتري، ريجن. فاحنا عايزين نجيب لكل ريجن من لكل صف من دولت، عايزين نجيبه قدامه المانجر بتاعه. يعني احنا دلوقتي عندنا الريجن، بصوا يا شباب عندنا الريجن اهي، وعايزين نجيب المانجر بتاعها جنب كل ريجن من هنا. هنعمل ايه؟ هنعمل هنا ندوس في حته كده، ندوس نيو كولوم، نيو كولوم، هو بس بيحمل يعني اهو، ونكتب اسم العمود، هنخليه مثلا اريا مانجر، اريا مانجر. وهنيجي هنا نعمل معادله اسمها ريليتد اهي تمام. ويقول لك الكولوم نيم ايه؟ هتقول لك بص، بيقول لك الكولوم نيم من اليوزر، اللي هو اليوزر ده اللي هو التيبل ده. هيقول لك انت عايز المانجر ولا عايز الريجن؟ اقول له انا عايز المانجر، واقفل الكوز ده كده ودوس انتر. هتلاقي العمود ده بيتجمع اهو دلوقتي، اهو العمود اهو اتجمع اهو دلوقتي، بيقول لك اسمه الليليا مانجر، وجاب اسامي المانجر بتاعه، يعني جاب. وحتى تلاقي العمود اهو شكله، تلاقي عليه عمود كده وعليه علامه اف اكس، دي كده بتبقى نيو كولوم اتضاف في، يعني غير دولت كده، تلاقي العمود ده كده كده متضاف جديد في الداتا دي، ده اسمه اريا مانجر. طب انا عايز اتاكد من الكلام ده، هاجي هنا كده واشوف الريجن، ثاني كده الريجن سنترال، قدامها كريس، ونيجي هنا تاني الويست، قدامها ويليام. تعال بقى نروح بقى في الشيت التاني ده كده ونشوف سنترال قدامها كريس، والويست قدامها ويليام، والدنيا كده تمام جدا. دي كده معادلة في لوكاب بس في الاندكس، اللي هي معادلة اسمها ريليتد او اكس لوكاب في الاكسل وريليتد في الدكس. بس كده يا شباب، واتمنى ان يكون الفيديو ده خفيف ولطيف كده عليكم. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا والله الواحد بيتعب قوي فيها. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.